تحية ورد ومسك وعنبر لأحلى جمهور، وتحية لكل من يتابعنا في هذه الأثناء عبر القنوات التلفزيونية المغربية. تحية كذلك للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات. الليلة وإياكم جمهور منصة النهضة سنستمتع بصوت خليجي صداح يطرب الأذن ويحرك الوجدان، فنانة خليجية رائدة كانت جريئة باختيارها للفن، وكانت دائما حرة في عشقها للموسيقى. جاءتنا من دولة الكويت الشقيقة، هذه الإمارة الغنية بأناسها وأصواتها وفنانيها الكبار. كانت أول امرأة تغني في أوبريت وطني سعودي بالمملكة العربية السعودية، كما توجت كأحسن مطربة خليجية. عبرت خلال الندوة التي خصت بها وسائل الإعلام هنا من فعاليات مهرجان عن مدى احترامها وتقديرها للمرأة المغربية، كما عبرت عن حبها الكبير لمطربة الفن المغربي والشعب المغربي الفنانة الكبيرة ديالنا اللا نعيمة سميح. وحيت عبرت على الأمنية والحلم ديالها باش تفرح بنيتها منين تكبر إن شاء الله بعرس مغربي تقليدي أصيل. غادي نطلب منكم الليلة نستقبلوها عروسة بموازين لهذا السنة. إنها فنانة العرب وقيثارة الخليج، الفنانة نوال الكويتية.